السلام عليكم ورحمه الله، مثل الاحوال شركم الاحباب. نقصروا شويه على مواضيع، على الحج، على واش راح يصرى من بعد. داير الفيديو هذا نديرها اليوم باش الشيء اللي قلته عنده شهور فاتوا او بدا يتحقق، بدا يبان، بدا يظهر على الوجود، سيرتو في القضية تاع إسرائيل. إسرائيل كون تكمل كيما هكذا ما عرفوش كيف يتحكموا في الوضعية تاعهم، تروح فيها حرب أهلية. علاه؟ هذا الشيء حكيت عليه بكري، قلت بلي إسرائيل عندها إيميغراسيون سبيسيال، ماشي كيما كان هذا إيميغراسيون إيكونوميك، جيبوا الغاشي يقولوا لهم اروحوا البلاد هذه لهجرة اقتصادية، إيميغراسيون إيكونوميك، ثم تجو هنا باش تخدموا وتعيشوا وتحافظوا على الديانة تاعكم والأمور تاعكم. أما إسرائيل نو، إسرائيل روح هاجر لهنا باش تعتنق الديانة اليهودية وتكون في الماسونية وتكون في إسرائيل. هفوا بها وعندهم هما منين يجيبوا، عندهم السورس تاعهم منين يجيبوا، هي لوروب كيما حكينا، لوروب دو لاست ومن امريكان ومن بلايص اللي واثقين فيهم هما بلي يجوهم هاد العباد، وبلي هادو العباد يجوهم ويروحوا في اللعبة. جابوهم ودخلوهم الديانة اليهودية اكسيتيرا، هم درك يستعملوهم باش يحاربوا بهم. وذرك الشعب اللي فما بدا يفيق، بدا يحس باللي اللي جاو بليميغراسيون ريليجيوز هذه، بداو يفيقوا، بداو يديروا هذه المظاهرات، هاي تخرج هذو العباد اللي خارجين، بداو يحسوا باللي راهم مستعملين، جابوهم لغاية. واللي فري يهود هذوك ما يهزوش السلاح، مريحين هذوك، سوا هذوك بوشعور، سوا اليهود الاخرين هذوك ثاني المتعصبين، ولكن ما يدخلوش لابوليس والجيش. هما سيسير عندهم سلاح، عندهم هكذا وهكذا وكازو، ولكن يتحكموا في الوضعية اللي راه مع الواجهة. هادو اللي جابوهم من لوروب دو لاس، من اثيوبيا، ومن ومن اكسيتيرا، كيما هذاك الاثيوبي لك على هذاك اللي قاعد يشطح ويهضر باليهودية بلاني معاكم راني هكذا، هو راه مسكين في الواجهة. هادو كون يفوقوا بداو يتحركوا، إسرائيل راحت. إذا ما فاقوش وقعدوا يدخلوا في اللعبة، إسرائيل تبقى واقفين. هذه هي حكاية. هذا فيما يخص إسرائيل. كنا نقصروا شوية مع شوية عرب مصريين لبنانيين اكسيتيرا وسوريين، كان واحد لبناني قاعد يشكر في حافظ في مصر وهكذا وفي حسن مبارك، مصر دو أم الدنيا. قلت لكم جات أم الدنيا، كره سوريا ما راحتش والعراق ما راحش، ومش ذوك إسرائيل دايرة حالة، دايرة كراحة وداخلة غزة وحيفا كما تحب. قلت لكم جات أم الدنيا وتحافظ على الإسلام وتحافظ على العروبة، ماشي ذوك راح يقسموا الدين الإسلامي، قسموه على زوج، ليعودوا على المسلمين تاع الصح هما الشيعة، وليعودوا مسلمين دواعش هما السنة. هذا هو التقسيم اللي راح يصرى في المستقبل، ليعود سني ديركتمو داعشي، وليعود شيعي هو ذاك هو المسلم. هذا هو واش راح يصرى في المستقبل. والسعودية جبت في روحها مع دول الخليج هذوك، فايقين بالمخططة بيجبدوا في الواحد بالعقل. لك تشوف لأنهم الدول العربية المسلمة هذوك ما تعتبرش، هذوك يحتاجوهم غير يجوا كليك يجوا الحج. هذا ما كان كما ضربت مصر، ضربت الحج هذا اللي فات، جاوا الألاف باستعمال فيزا تاع فيزا تاع التوريست، باسكو الناس في ما عندهمش دراهم، غالية بزاف، غلاوها على الناس لي زوتيل وهكذا. قالك انا راح توريست ونرقد لبرا ونشري كاسكروت ونحج كما كانوا يحجوا بكري المسلمين.
ني اوتيل ني فخفخاني هذه ني والو ني كونفور ني والو. نروح بالكابا تاعي ونبات لبرا وندير خيمه ونحج وهكذا يكون الحج مليح كما بكري كانوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحجوا كما هكذا. السعوديه ما عجبهمش الحال راك شفتوا لي سيرفيس سيكري داروا بهم كاع اللي كانوا هازين لا ماجوريتي اللي جايين بزير فيزا توريستيك ماتوا قتلوهم دخلوهم في مناطق ممكن ضغوطات ممكن الغاشي ممكن الدزان ممكن هكذا. اما اللي راحوا دفعوا دراهم كبيره هذوك ما صرا لهمش ما كانش الموتى بزاف اللي مات مات موت ربي مات هكذا. اما البقيه مخدومه اللعبه مخدومه. هذا يبين لك انا باكري انا قلت هالعام اللي فات بلي الحج نورمالمون خلاص يتنحى نورمالمون يفتو فيه درك هو ركن خامس مليح ولكن بهذا الوضعيه وهذه لا فاصون وفيه تجاره وتمد دراهمك يستعملوا لك تاع السعوديه يدولك في دراهمك وهي انها كاين طريقه اخرى تحج وتقتصد على دراهمك لا ما يحبوهاش هما. اذا الحج يعتبر ما يتنحى كون جا الرسول صلى الله عليه وسلم حي الحج ينحيه بهذا الوضعيه سما كي يشوف العباد كيف تستغل في الدين تستغل في الفريضة وتربح في الدراهم تاع الناس غراتويتمون. هيك واش قلنا هاي بانت الحقيقة هاي بانت قد قد السعودية بيحبوش العرب دايرين هما وحدهم العرب الصف الأول هما تاع الخليج هذوك اللي جايين راكاي دوزيام كلاس كي رامي كلاسي ولا الأخرين فلك حاج كيما الأخرين كلاسي في كيما البشر كيف راه كلاسي في رواحها اكسيتا. الموضوع الثالث الحرب العالمية الثالثة هي في الطريق يا جماعة وجدوا رواحكم قتصدوا على رواحكم. واش راه نقول لكم راه متكلتوا ولات راهم يوجدوا في رواحهم هاكم شفتوا الروس راه فيها طيطا راه ديريكتهم لكوريا كوريا الشمالية تفاهم معاها اكسيتيرا وكوريا مبكري راهي واجدة مبكري مبكري راهم يوجدوا في رواحهم دولة واجدة بالحرب دولة موجدة روحها بلي الحرب كاينة راح تجي تجي وهما شاتينها تجي طولت عليهم شعب واجد للحرب. بوتين دير في الحلفاء نتاعو مع الصين مع كوريا مع وراح يزيد تاع تونس هاو راح ثاني التحق بهم وراح يزور الزور الصين والروس اكسيتيرا سما الدعوة راهي صفابا ربي يستر. هي في الحقيقة الحرب تجي تجي ما لازمش يقعد لو موند الحرب جاية جاية لأن الأرض ما قدرش تكفينا الموارد الطبيعية ما كفاتناش ولو مود دو في اللي رانا نعيشو فيه افونسي بزاف والمواطنين هكا يستهلكوا قداه مليار تليفون قداه مليار فرجيدان قداه مليار فهذونا كاع كي تنتهي الصلاحية تاعهم لازم الناس تعوضهم منين تشري لهم منين تجيب المواد الاوليه باش تخدمهم. اذا والارض ولات ما تكفيش انا يجيبوا لنا السبه يقول لك راح نديروا لا كونكيت تاع القمر من جهه اخرى اللي ما نشوفوهاش نديروا الكونكيت تاع مارس لا بلانيت مارس كيما نجيبوا منها موارد طبيعيه ما يمكن يلقاو كيف يجيبوهم لازم لهم اموا 30 عام اخرى تاع خدمه تاع تكنولوجي اكسيتيرا ويا ربي باش يجيبوا يقدروا يبعثوا سفينه تجيب لهم السلعه وتجي نسوكو فولون تروح تجي وتجي. المهم الدعوه فيها حرب العالميه ثلاثه جايه 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 في الطريق لان احنا نقولوا ما تجيش هي تجي لان الدول الاخرى مش قابلين الوضعيه هذه
لازم تتحرك ودير الحرب وكسترا باش هما يصفوا ويبانوا في الدنيا هذه باش هما ثاني يبانوا على الساحة. هاكم على بالكم وشكون هذه يا خاوتي، وتحية الجزائر، ربي يحفظ الجزائر ويحفظ الجيش تاعنا. السلام عليكم ورحمة الله، ويحفظ الشعب سيرته.